السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة كل ما يخص الشطرنج. معكم تامر الغندور. اليوم سنتكلم عن أسرار الجراند ماستر في التكتيك. هيا بنا نرى الأمثلة. في هذا الفيديو هنتكلم عن أسرار الجراند ماستر في التكتيك. طيب الجراند ماستر بيسأله سؤال، متى تلعب التكتيك؟ ده سؤال مهم جدا لازم انت تعرفه. الجراند ماستر عشان يلعبوا التكتيك حطوا بعض الأهداف التكتيكية اللي انت من خلالها هتلعب التكتيك بسببها. أول فكرة تكتيكية تلعب عليها التكتيك هي فكرة القطعة الغير محمية، unprotected pieces. على سبيل المثال يا جماعة، النالة هنا الأبيض، والأبيض عشان ياخد تفوق في الشكل ده لعب على فكرة واحدة وهي فكرة القطعة الغير محمية، ولقى إن الفيل اللي موجود في C5 ده قطعة غير محمية، ومن خلاله لعب وزير H5. وزير H5 دي نقلة تكتيكية بتعبر عن تكتيك الدبل أتاك، ومن خلاله أنا خدت الفيل بسبب فكرة قطعة غير محمية. دي الفكرة ببساطة خالص يا جماعة. يبقى أي قطعة غير محمية في الشكل أو في الدور على طول لازم تعرف إن ده هدف تكتيكي. لو ركزت كويس في الرقعة ممكن تلعب نقلة جيدة، نقلة تكتيكية تخليك تاخد القطعة دي زي المثال ده بالظبط. تمام. تعال نشوف فكرة جديدة من أفكار التكتيك أو هدف تكتيكي جديد عشان نثبت الفكرة أكتر وأكتر. هيا بينا. متى تلعب التكتيك؟ ده سؤال مهم. أولا عشان تلعب التكتيك لازم يبقى عندك فكرة أو هدف تكتيكي واضح عشان تلعب عليه. ومن ضمن الأفكار أو الأهداف التكتيكية اللي الجراند ماستر صنفوها القطعة ذات المهام الكثيرة أو overloaded pieces. يعني أول ما تشوف القطعة دي موجودة في الدور اعرف تماما إن ده هدف تكتيكي أنت ممكن تلعب عليه ومن خلاله تاخد تفوق. على سبيل المثال يا جماعة، النقلة هنا الأسود، إزاي الأسود يستفاد من وجود قطعة overloaded pieces في الشكل وياخد تفوق ويكسب الدور ده؟ طبعا لازم الاول نجيب القطعة الoverloaded. القطعة الoverloaded في الابيض عند الابيض هي الرخ اللي موجود في E1، دي اول حاجة. يبقى القطعة دي overloaded. طب ليه overloaded ليه يا جماعة؟ عشان هي حامية الرخ اللي موجودة في F1 وفي نفس الوقت حامية مربع E2. دي الفكرة ببساطة. يعني الاسود لو لعب رخ E2 كده هيبقى طالب مات إجبارية في مربعين، مربع H2 ومربع G2. يعني لو كل رخ في رخ، وده أول احتمال، ساعتها أكل وزير في رخ، تمام، ودي يبقى كش مات. طيب تمام. طيب لو لعب رخ F2 ساعتها أنا هاكل رخ في رخ وابقى طالب مات إجبارية في مربع G2 ومربع H2 ومربع F1، يبقى عندي 3 مدات في الشكل ده. طيب تمام. طب يلعب هنا ايه؟ طبعا هي ملاش حل يا جماعة، حتى لو لعب G1 رخ G1 انا اكل وزير في بيت الشمال. اللي خلى الاسود يكسب في الشكل ده هي فكرة واحدة، هدف تكتيكي لعب عليه، وهي القطعة ذات المهام الكثيرة او overloaded piece. دي الفكرة ببساطة. تعالوا نشوف هدف تكتيكي اخر الجراند ماستر بيلعب عليه. هيا بنا. متى نلعب التكتيك؟ نلعب التكتيك عند وجود اضعاف في الصف الاخير، والصف الاخير اللي هو لاما الصف الاول او الصف الثامن. تمام. يعني دولة الاضعاف. طيب النقل هنا الاسود والابيض عنده اضعاف في الصف الاخير او باك رانك، ويكنس ان باك رانك، اضعاف في الصف الاخير. ازاي بقى الاسود يستغل الهدف التكتيكي اللي هو الباك رانك ويكسب الدور ده؟ اوقف الفيديو وهات افضل نقل. جود بلاي. رخ B2، رخ B2 نقله قويه جدا، وبالنقله دي بتعبر عن تكتيك الديفليكشن، وانا كده بجبر الابيض لإما يحرك الرخ لإما يحرك الوزير.
لو حرك الوزير وكل وزير في رخ، ساعتها انا هديله رخ ديوان كش، ودي كش مات، لازم ياكل رخ في رخ، اكل وزير في رخ بكش مات. طيب ودي التفريعه الاولى. التفريعه الثانيه ان هو ياكل رخ في رخ، لو كان رخ في رخ انا ساعتها اديله كش ملك في نقله في مربع اف 1 بالوزير. تمام. تعال نشوف هدف تكتيك اخر في المثال الجاي. هيا بنا. متى نلعب التكتيك؟ نلعب التكتيك عند اصطياد القطع، او عند وجود فكره اصطياد القطع. دي الفكره ببساطه. يعني برضو عشان يبقى عندي هدف تكتيكي، لو عرفت اصطاد قطعه يبقى ده اسمه هدف تكتيكي، يبقى من خلاله هلعب التكتيك بسبب الفكره دي. طيب النقله هنا الابيض، ازاي الابيض ينفذ فكره اصطياد القطع؟ تريبت بيسز جود بلاي. هلعب ان سي 4، وان سي 4 انا كده طالب رخ، والرخ ما عندوش الا مربع وحيد وهو مربع اي 4. لو راح اي 4 هيبقى فيه الشوكه في مربع بي 6 فورك، هلعب ان بي 6 وده دبل اتاك، الملك هيروح في اي مربع متاح لي، هاكل ساعتها حصان فرخ. ودي فكره مهمه جدا وهدف تكتيكي من خلاله الجراند ماستر بيلعبوا عليه. تعالوا نشوف هدف تكتيكي اخر. هيا بنا. متى نلعب التكتيك؟ نلعب التكتيك لوجود هدف تكتيكي، ومن ضمن الاهداف التكتيكيه لدى الجراند ماستر هو الوزير، وخصوصا سوء وضعيه الوزير. دي فكره تكتيكيه او هدف تكتيكي لدى الجراند ماستر، لازم تلعب على الفكره دي. طيب الابيض في الشكل ده استغل سوء وضعيه الوزير ولعب رخ اف 1، وكده الوزير ليس له مربع غير مربع اتش 4. طبعا البيست موف عنده ياكل وزير في رخ، دي البيست موف، هتاكل وزير في رخ، هاكل وزير في وزير، يبقى كده الاسود خسر وزيره بسبب فكره سوء وضعيه الوزير والهجوم على الوزير. طيب تمام. طيب الاحتمال الثاني ان هو يروح في مربع اتش 4 وده هيبقى بلندر، ساعتها هلعب عليه جي 3 ويبقى كده خدت الوزير مقابل بيدا. اما الشكل الاولاني كان وزير قصاد رخ. دي الفكره ببساطه. اللي انا عاوز اقوله من الفكره دي، الاهداف التكتيكيه الوزير ده هدف تكتيكي واضح وكبير لازم تلعب عليه، وسوء القطع او سوء اوضاع القطع ده هدف تكتيكي تاني، واحنا اتكلمنا عليه، قلنا تريب اوف بيسز اللي هي مصيده القطع، ان انت تلعب هدف تكتيكي ان انت ازاي تصطاد قطعه، ده هدف تكتيكي من خلاله هتنفذه، او ان انت تصطاد الوزير، ده هدف تكتيكي اخر. وايا كان طالما في قطعه سيئه من خلاله هتقدر ان انت تكسب بالفكره دي، سواء كان وزير او قطعه. تعالوا نشوف مثال اخر او تكتيك هدف تكتيكي اخر لدى الجراند ماستر. هيا بنا. متى نلعب التكتيك؟ نلعب التكتيك عند وجود هدف تكتيكي واضح. من ضمن الاهداف التكتيكيه لدى الجراند ماستر هو التكسير من اجل تبسيط الموقف، وده هدف تكتيكي مهم جدا لازم تكون عارفه. طيب ايه فكره التكتيك ده يا جماعه، او الهدف التكتيكي ده؟ على سبيل المثال يا جماعه، لو نظرنا للاسود هنلاقيه ان هو بيهدد باربع متات، بيهدد بمات في مربع اتش 2 ومربع جي 2 ومربع اف 1 ومربع بي 1، يعني فوز كاسح للاسود. طيب انت في الشكل ده عشان ما تخسرش لازم تبسط الشكل، عشان تبسط الشكل يبقى لازم تستخدم تكتيك التكسير. يبقى هتلعب هنا في الشكل ايه؟ جود بلاي. هلعب وزير اف 8، وزير اف 8 انا بقول له كش ملك، اجباري لازم ياكل رخ في وزير، هاكل رخ في رخ، اجباري يقول لي موف هيروح في مربع اتش 7، هقول له الفورك في مربع جي 5 كش ملك، اجباري هيروح في مربع جي 6، حصان في وزير، رخ في حصان، هلعب ببساطة A6، هيلعب رخ H5، هلعب A7،
هيلعب رخ A5 وطالب المات في مربع A1، هرقي وزير وامنعه من المات، ويبقى كده انا كسبت الدور بسبب فكره تبسيط الموقف. طيب تبسيط الموقف، امتى تلجأ لتبسيط الموقف او امتى تلجأ للتكسير؟ تلجأ للتكسير طبعا في كذا سبب. اول سبب ان انت عندك تفوق، عندك قطعه مثلا زياده، لو كسرت كل القطع في بعضها هتتبقى معاك القطع اللي هو التفوق اللي عندك، من خلاله هتكسب الدور بكل بساطه. زي الشكل ده يا جماعه، الشكل ده فيه فكرتين، اللي هو ايقاف هجوم الخصم المميت، تاني حاجه تبسيط الشكل عشان اكسب بالبيدق القنار اللي موجود في عمود الايه. يبقى اول حاجه انت بتبسط الموقف من اجل الفوز، دي اول فكره تكتيكيه بالنسبه للتكسير. الفكره الثانيه التكتيكيه بالنسبه للتكسير، ايقاف هجوم الخصم المميت. زي ما شوفنا كده يا جماعه، طالب اربع متات، وبالرغم كده انت بسطت الشكل وكسبت ببيدق القنار. ثالث حاجه انت ممكن تكسر القطع لاهداف اخرى زي اضعاف الخصم. انت مثلا بتاكل فيل حصان عشان ياكل بالبيضه، البيضه ده هيبقى عملت انت بيادق متركبه، يعني بيضاين في عمود واحد، يعني انت كده عملت اضعاف في جناح الملك او في جناح الوزير. في برضو فايده تانية او تكنيك تاني احنا كنا خدناه اسمه اباده الدفاعات. انت بتعمل تكسير لقطعه، القطعه دي منعاك ان انت تدي مات او تاخد تفوق، فبتكسر القطعه دي عشان تاخد التفوق او تدي مات. وفي طبعا فوائد التكسير برضو اهداف استراتيجيه، ان شاء الله دي هنتطرق اليها وقت ما يجي ميعاد الدرس ده. تمام. وده هدف تكتيكي مهم جدا لازم تعرفه، وهو التكسير من اجل تبسيط الموقف. تمام. تعال نشوف هدف تكتيكي اخر لدى الجراند ماستر. هيا بنا. متى نلعب التكتيك؟ نلعب التكتيك عندما نرى هدف تكتيكي. طيب من الاهداف التكتيكيه في الشطرنج، وهي فكره التعادل، تكتيك التعادل. طيب امتى الجراند ماستر بيفكر في التعادل؟ بيفكر في التعادل في حاله تفوق الخصم عليه وعدم وجود فكره المكسب. على سبيل المثال يا جماعه، لو نظرنا للشكل هنلاقي ان الابيض معاه بدائين سالكين بيهددوا بالترقيه، وطبعا ده تفوق رهيب بالنسبه للابيض. ازاي بقى الجراند ماستر يتعادل في الشكل ده؟ طبعا عشان يتعادل لازم يستحضر احد افكار التعادل في الشطرنج، واحنا قلناهم. هيلعب في الشكل ده نقله قويه جدا، وهي بيشوب في B4، وهنا استحضر فكره التعادل النظري في الشكل. يعني لو كان فيل في فيل كده يبقى الدور تعادل نظري، عشان البيضه ده عكس لون فيلو، مربع الترقيه بتاع البيضه عكس لون الفيل، يبقى كده ده تعادل نظري 100%. حتى لو كملنا النقلات هنلاقي ان في الاخر الملك هيبقى عنده ثلاث مربعات يتحرك فيهم، وطبعا لو الملك دخل في اي مربع من المربعات دي هيبقى في حاله الستيل مات، ويبقى برده خد تعادل بشكل اجمالي. طيب كده كده احنا يعتبر خلصنا كل الاهداف التكتيكيه اللي انت لازم تكون عارفها اثناء لعبك التكتيك. يعني التكتيك عشان تلعبه لازم يبقى فيه هدف تكتيكي. لو انت فهمت الاهداف التكتيكيه دي ببساطه جدا هتجيب التكتيك وهتكسب، وهتلعب نقلات قويه جدا من خلاله هتوصل للهدف المنشود بتاعك، وتدي مات وتاخد قطع وتاخد تفوق بسبب الاهداف التكتيكيه اللي احنا قلناها. تمام. يا رب بقى يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير. وبالنسبه يا جماعه للي في حاجه تكتيك مثلا لم اذكره بالنسبه لشرح التكتيك، يا ريت حد يقول لي في التعليق ايه التكتيك اللي انا لم اشرحه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ده كان اخر درس في التكتيك. ان شاء الله بدءا بقى من الفيديوهات الجايه هنتكلم عن الاستراتيجيه والرحله الطويله في الاستراتيجيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.